لازم تبقي انت ان كنترول في اي علاقه انت عايزه عايشه، عايزه تبقى ان كنترول، في مسيطره لا تقبل ان راجل هو يسيطر عليها. لا أقبل، وفي نفس الوقت لا أقبل إن أنا أبقى مسيطرة على راجل. يعني بحس يعني طب ما بحس هما الاتنين دول لازم لبعض يبقى يا فيه حبيبتي. بالانس. يعني ما بحبش حد يخنقني ولا يتحكم فيا، ولا واحب احترم الراجل اللي معايا ان انا برضو اعمل حاجات ما تضايقش، بس ان انا احنا مع بعض عشان انت تتحكم فيا وفي حياتي ليه؟ لا، ولا انا موجودة عشان اتحكم برضو في حياتك. فهو موضوع هي احترام، بالانس، تواصل، نفهم بعض، بس لا تخنقني ولا اخنقك. لا خالص.